مرحبا بكم أعزائي المتعلمين. في هذا الشريط سنجيب عن الامتحان الوطني الدورة الاستدراكية لسنة 2018 مسلك العلوم الفيزيائية، خاص بالمكون الأول استرداد المعارف، وكذلك قمت بالاقتصار فقط على أسئلة الفصل الأول والفصل الثاني، في انتظار طبعا إكمال الدرس الخاص بالفصلين الثالث والرابع. السؤال الأول يقول: أعرف ما يلي الحليل والطفرة. قلنا في الدرس بأن الحليل عبارة عن ماذا؟ ماهيته مكون من ماذا؟ ما هو؟ عبارة عن مجموعة من النكليوتيدات. هذه النكليوتيدات تتموضع على مستوى جزيئات الأضدين. قلنا بأن كل حليل يشكل ماذا؟ يشكل نسخة أو شكل من أشكال المورث. إذن نعرف الحليل. إذن الحليل عبارة عن متتالية من النكليوتيدات يشكل نسخة من نسخ المورث. الطفرة، قلنا بأن الطفرة هو تغيير مفاجئ على مستوى ماذا؟ على مستوى متتالية النكليوتيدات، يعني على مستوى جزيئات الأضدين. كذلك يمكن أن تمس الطفرة يعني الصبغي بشكل عام. إذن الطفرة قلنا بأن تغيير مفاجئ على مستوى متتالية النكليوتيدات لجزيئات الأضدين. نمر للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: تتغير خصائص الصبغيات الشكل والتموضع حسب أطوار كل من الانقسام الاختزالي والانقسام غير المباشر، أذكر خاصيتين مرتبطتين بالصبغيات بالنسبة لكل طور من الطورين الآتيين. طبعا هنا أخذت فقط طور الانفصالي الخاص بالانقسام غير مباشر، ويعني أقصيت يعني الطور الانفصالي الخاص بالانقسام الاختزالي، لأن الانقسام الاختزالي سنراه لاحقا في الفصل الثالث. إذن مميزتين أو خاصيتين تميزان يعني الطور الانفصالي من انقسام غير مباشر فيما يخص شكل وتموضع الصبغيات. إذن قلنا بأن الصبغيات أثناء الطور الانفصالي في انقسام غير مباشر تكون ماذا؟ تكون مضاعفة، يعني تكون مضاعفة. ماذا نعني بالمضاعفة؟ بأن الصبغيات لا تكون على شكل صبيغيات، تكون مضاعفة، ولكن لا تكون على شكل أزواج متماثلة. يعني يبدأ انفصال الصبغيات، يعني انشطار الجزيء المركزي، على عكس طور انفصالي في الأول في الانقسام الاختزالي يحدث انفصال الصبغيات المتماثلة ولا يحدث انشطار الجزيء المركزي في الطور الانفصالي الأول. إذا نعطي هذه الخاصيات. إذا يتعرض الجزيء المركزي للانشطار، ينشطر الجزيء المركزي في حالة الطور الانفصالي في انقسام غير المباشر. كذلك بعد انشطار الجزيء المركزي يفترق الصبغيان وتهاجر هذه الصبيغيات نحو قطبي الخلية. نمر للسؤال الثالث. تبين الوثيقة أسفله ثلاث مراحل لظاهرة بيولوجية لها علاقة بتعبير الخبر الوراثي، اعطي اسم الظاهرة الممثلة بالمراحل الثلاث أسفله واسم كل مرحلة من المراحل 1 ومرحلة 2 ومرحلة 3. إذن هذه الوثيقة كما تشير كما يعني يشير هذا التقديم تشير إلى ظاهرة بيولوجية. نعم، إذن هذه البنيات رأيناها في الفصل الثاني، آلية تعبير الخبر الوراثي. هذه البنية عبارة عن ماذا؟ عن الريبوزوم المكون من الوحدة الصغيرة والوحدة الكبيرة. قلنا هذه البنية هي ماذا؟ هي جزيئات الأيغان ميساج، جزيئات الأيغان الرسول المكون من مجموعة من ماذا؟ من الوحدات الرمزية. قلنا هذه البنية عبارة عن ماذا؟ عن الأيغان الناقل، ينقل معه ماذا؟ ينقل معه الحمض الأميني أو الأحماض الأمينية. في الحالة عندنا حمض أميني رقم 1 2 وعندنا حمض أميني رقم 3. إذن هذه الظاهرة التي تشير إليها الوثيقة نسميها بماذا؟ بظاهرة الترجمة. المرحلة 1 هي مرحلة ماذا؟ ارتباط بين الوحدة الصغيرة والوحدة الكبيرة، وكذلك مرحلة بداية قراءة ماذا؟ الأغان ميساجي من هذا الاتجاه، نعم من اتجاه 5 بريم 3 بريم. سمينا هذه المرحلة في مراحل طبعا الترجمة سميناها بالمرحلة الأولى وهي مرحلة البداية. يأتي بعد مرحلة البداية ماذا؟ ارتباط يعني الأيغان تي الناقل رقم طبعا ماذا؟ رقم 2 بالأيغان تي الأول، ثم
يعني استمرار ارتباط الأحماض الأمينية الأخرى فيما بينها طبعا بعد تدخل مجموعة من الأيرنتي. إذن هذه المرحلة نسميها بمرحلة ماذا؟ بمرحلة الاستثارة. ثم تتوقف مرحلة الترجمة عند الوصول لماذا؟ لوحدة رمزية بدون معنى، الوحدة الرمزية قف، التي طبعا هي ثلاث أنواع، الـ UAA أو الـ URG أو الـ RFG. إذن هذه الوحدات الرمزية عندما يصل لها يعني الريبوزوم فتتوقف عملية الترجمة. نعم، وبالتالي ندخل في مرحلة يعني المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأخيرة، هي مرحلة النهاية. نمر للسؤال الموالي. رابعا، يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4. انقل على ورقة تحريرك الأزواج 1 2 3 4، ثم اكتب داخل كل زوج الحرف المقابل لاقتراح الصحيح. إذن سنختار الإجابة الصحيحة ضمن يعني الأربع اقتراحات. إذن السؤال الثاني يقول: خلال المرحلة الاستوائية من الانقسام غير المباشر يتكون كل صبغي من صبيغي 1 مكون من لولبين من الأضدان، صبيغيين يتكون كل واحد منهما من لولب واحد من الأضدان، سؤال جيم صبيغيين يتكون كل واحد منهما من لولبين من الأضدان، دال صبيغيين أحدهما يتكون من لولب واحد من الأضدان والآخر يتكون من لولبين من الأضدان. إذن الإجابة الصحيحة هي ماذا؟ هي الإجابة جيم صبيغيين يتكون كل واحد منهما من لولبين من الأضدان. لماذا؟ لأنه خلال المرحلة الاستوائية قلنا ماذا؟ قلنا بأن الصبغي في هذه الحالة يتكون من ماذا؟ من صبيغيين، هذين الصبيغيين كل صبيغي يتكون من جزيئة أضدان بها ماذا؟ بها لولبين. مفهوم؟ إذن العبارة الصحيحة هي العبارة جيم. العبارة ألف هي عبارة خاطئة، صبيغي واحد مكون من لولبين من الأضدان، لا، هذا يحدث خلال مرحلة انفصالية. في المرحلة الانفصالية يكون يعني هناك هجرة لصبيغي واحد، هذا الصبيغي مكون بدوره من جزيئة واحدة للأضدان التي تتكون بدورها من لولبين من الأضدان. صبيغيين يتكون كل واحد منهما من لولب واحد من الأضدان، خطأ. إذن يتكون دائما سواء الصبيغي أو الصبغي دائما نجد داخلهما ماذا؟ جزيئة أضدان بها لولبين. دال صبيغيين أحدهما يتكون من لولب واحد. نعم، إذن قلنا بأن الصبيغيين معا يتكونان من لولبين. نمر للسؤال الرابع. أثناء مضاعفة الأضدان خلال طبعا مضاعفة تحدث خلال مرحلة S يعني في المرحلة الاستوائية، تبقى جزيئات الأضدان الأصلية دون تغيير وتتشكل جزيئة جديدة كليا. ب، يتشكل لولبا الجزيئتين المركبتين من أجزاء أصلية وأجزاء جديدة التركيب. جيم، يفترق لولبا جزيئات الأضدان الأصلية ويتشكل كل واحد منهما قالبا يشيد عليه لولب جديد. دال، تتشكل جزيئتان جديدتان دون استعمال جزيئة الأضدان الأصلية. قلنا في الدرس بأن عملية المضاعفة تتم وفق النموذج النصف المحافظ. ماذا نقصد بذلك؟ نقصد بذلك بأنه تكون لدينا جزيئات أضدان مكونة من لولبين، أمام هذين اللولبين، أمام كل هذين اللولبين نسميهما بلولبين ماذا؟ أصليين أو لولبين قديمين. هذين اللولبين الأصليين أمام كل لولب جديد يتشكل ماذا؟ لولب، أمام كل لولب عفوا قديم يتشكل لولب جديد. مفهوم؟ سمينا هذه المضاعفة بالنموذج النصف المحافظ. نعم، إذن في جزيئة الأضدان الجديدة غادي نلقاو فيها ماذا؟ لولب جديد أمامه لولب قديم. هذه العملية قلنا يتدخل فيها أنزيم الأضدان بوليميراز بالإضافة إلى أنزيم الهيليكاز الذي يقوم بالفصل بين اللولبين. إذن العبارة الصحيحة هي ماذا؟ يفترق لولب جزيئة الأضدان الأصلية، إذن يفترقان، ويشكل كل واحد منهما قالبا يشيد عليه لولب جديد. العبارة الأخرى هي عبارات خاطئة.